يعني نحن سنناقش كل ذلك ونناقش ما يحدث أيضا في العالم من حولنا في هذه الأثناء مع رائد حامد الخضر وهو كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إيكويتي. أهلا وسهلا بك دائما معنا رائد. أهلا طيب. ويعني دعنا نبدأ بما سينتهي إليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واجتماعاته التي ستلتئم هذه المرة وسط اهتمام كبير. رائد، يعني كما تعلم سقف الأمنيات يتراجع من كم مرة سيخفض الفيدرالي إلى هل سيخفض؟ حقيقة طيب، ما قد يغير أو الذي يضع صعوبات كبيرة هو التضخم الذي يظهر إشارات إلى الثيكنس أو الثقل والبطء والعناد الكبير الموجود في مؤشر التضخم الذي يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية والقراءات التي تظهر بعض الارتفاع. هذا يصعب حقيقة العملية. حتى البي سي إي نمبرز أو الاستهلاك الشخصي الأمريكي كانت قراءته تظهر أنه مطابقة للقراءة السابقة، ولكنه أيضا على من المتوقع. نحن اللي عم نحاول نلفت الانتباه له أنه بيانات التضخم تشكل عبء كبير جدا. ولكن إذا بدنا نحلل الموقف اللي نحن موجودين فيه حاليا الطيب، فالتضخم بارتفاعات اللي نحن عم نشوفها لا يزال ضمن مستويات معقولة نسبيا عند أسعار الفائدة المرتفعة، وربما مع إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها لفترة قد تمتد لبعد منتصف العام، سوف نشهد ضغط أكثر على التضخم بالاتجاه الهابط، وبالتالي إلغاء الحركة الموسمية أو التأثيرات الموسمية لقراءات التضخم. هذا قد يعني أنه ممكن اجتماع جون يكون موعد مناسب لبدء تقليص أسعار الفائدة، وفي نفس الوقت يوجد الوقت الكافي لتقليص أسعار الفائدة 3 مرات إذا ما بدأ من منتصف العام الحالي. لكن رائد، يعني اللافت أيضا في ظل هذه الأرقام المرتفعة للبي سي إيه، لكن في المقابل عم نشهد تباطؤ في النمو للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي، وهذا الضعف الذي نشهده اليوم لربما يضع الفيدرالي على المحك، وأيضا فيما يتعلق بالتحركات التي نشهدها على الدولار. برأيك كيف تقرأ هذا المشهد؟ عن نمو 1.6% إذا بدي قارنه مع أوروبا هو 0.2% بالمنطقة الأوروبية. هذا النمو قوي جدا، ليس بضعيف على الرغم من ضغط التضخم اللي احنا شهدناه. صحيح هو جاء بقراءة أقل من المتوقع، ولكن هذا لا يعكس أبدا على أنه الاقتصاد الأمريكي يرجع تحت ضغط كبير يضطر الفيدرال الأمريكي لتقليص أسعار الفائدة. وهذا التراجع بالنمو اللي احنا عم نشوفه في ظل أسعار فائدة تفوق 5.5%، بالتالي ذلك يعطي أريحية حقيقة لجيروم باول ولأعضاء الفيدرال الأمريكي أنه الريسيشن أو الانكماش الاقتصادي ليس قريب من الاقتصاد، وربما يمتلك وقت أطول نسبيا لإرجاء قرار أسعار الفائدة أو تقليص أسعار الفائدة. بالتالي إذا بدنا نختصر الموضوع الحديث عن هذا الأسبوع، لا يوجد تقليصات في أسعار الفائدة، إنما التأكيد على هل سيكون التضخم شبحا يجدد مخاوف جيروم باول وباقي أعضاء الفيدرالي، أم أن الخطة لا تزال قائمة بمزيد من تقليصات أسعار الفائدة هذا العام. نعم رائد، إذا دعنا نعرج على المنطقة الأوروبية فيما يتعلق برفع مستويات الفائدة والتضخم، على هذا هو السؤال الجوهري الآن. إلى أي مدى تتباين المواقف أيضا في تقديرك حسب المعطيات ومعدلات التضخم وظروف كل بلد؟ يعني إنجلترا تلمح بشكل أو بآخر أنها ربما ستعمد إلى ذلك حتى قبل الاحتياطي الفيدرالي، وخفض يبدو وشيك. الوضع ذكرنا مختلف بالنسبة للمنطقة الأوروبية. نتحدث عن معدلات نمو أقل نسبيا. نحن عم نشوف عنا الجي دي بي نمبرز اللي طالعة من المنطقة الأوروبية ومن المملكة المتحدة هي أقل من تلك التي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومخاوف الركود الاقتصادي تغزو العديد من البلدان داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا يضغط أكثر على ضرورة تقليص أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية بشكل كافي، يجعل الاقتصاد الأوروبي قادر على المجابهة من جديد نسبيا. إضافة لذلك لا نزال نرجع
غزه تحت تاثير مجموعه من الضغوط التي تؤثر على الاتحاد الاوروبي، سواء كانت توترات جيوسياسيه، سواء كانت مخاوف مرتبطه بشركاء اقتصاديين مثل الصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني. يوجد العديد من النقاط المهمه فيما يتعلق بالاقتصاد الاوروبي، انه ضعف الاداء يأتي أتى على مدة زمنية طويلة ولا يزال مستمر، وممكن نشوفه أقل من ذلك، خصوصا أنه سعر الفائدة يعني يستطيع المركز الأوروبي تقليصه خلال فقط وقت قصير نسبيا، وأسرع من الفيدرال الأمريكي. نعم رائد، يعني يبدو بأن التحركات أيضا على العملات المشفرة يعني لا يضعنا اليوم في على المحك. يعني شهر أبريل يبدو بأنه سيكسر سلسلة مكاسب استمرت لسبعة أشهر على البيتكوين، ونحن اليوم نشهد أيضا بدء التداول على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين في هونغ كونغ. برأيك اليوم كيف هي النظرة للعملات المشفرة في ظل هذا التوجه؟ حقيقة يعني إذا بدي أعطي تفسير عام أو كبير جدا، نحن نشوف ضغوط كبيرة على الفيات ماني وعلى الدولار الأمريكي تحديدا. نحن شفنا مخاوف من الدين العام الأمريكي، شفنا تغيرات بثقة المستثمرين فيما يتعلق بأسواق السندات، فعم نشوف شيفتنج كامل للذهب، وعم نشوف أيضا ارتفاعات قوية في العملات الرقمية، وفي نفس الوقت يوتيلايزيشن أو استخدام فعلي وتطبيق فعلي للعملات الرقمية داخل الاقتصادات. فهذا الامبلمنتنج اللي عم بيصير، هذا التوظيف اللي عم بيصير للعملات الرقمية يساعد على مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وأن يكون المستقبل هو ارتفاع فقط، وإنما يعني كل عملية هبوط هي فرصة للدخول شراء مجددا. ربما لن يكون كل مستفيد كل العملات الرقمية، ولكن على الأقل نحن نشهد العملات الرئيسية اللي هي تتمتع بالثقل وب الماركت كاب المهم أو رأس المال المهم بالنسبة للمستثمرين، هي التي عم تحصد الفائدة الأكبر. في نفس الوقت لا تزال بعض مجموعات العملات الرقمية التي تسبح على الموجة التي يتم خلقها حاليا تستفيد بمضاعفات كبيرة جدا. رائد حامد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا.